بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس لغتنا العربية. ودرسنا اليوم هو الفصل الرابع من قصة مغامرات في أعماق البحار، وهذا الفصل يتناول اسمه حلم أم علم. غاص عقلة الإصبع وأختي أماني في الماء مرة أخرى، وأخذا يتنقلان من مكان إلى مكان كما تتنقل الأسماك، ولاحظ أنهما يفعلان هذا بسهولة بعد أن تعود الحركة في الماء. طبعا أعزائي، نتذكر في الفصول الماضية أن هناك طائرة كانت تريد أماني أن تركبها وترجع بها إلى البيت، ولكن أخذت تقنع أسامة، وإما إن أقنعته كانت الطائرة كانت طارة، فتمنى عليها أن يرجع مرة أخرى إلى الماء حتى يكمل المغامرات. وفعلا رجع إلى الماء وأخذ يتنقلان بسهولة في الماء لأنهما تعودا الحركة في الماء. يبقى كيف كان يتنقلان عقلة الإصبع وأختي أماني؟ كانوا يتنقلان بسهولة. لماذا؟ لأنهم تعودا الحركة في الماء. والتفتت أماني إلى أخيها عقلة الإصبع وقالت: هذه مغامرات عجيبة حقا يا عقلة الإصبع، ولكن هل تعرف أعجب ما فيها؟ فكر عقلة الإصبع ولكن هل تعرف أعجب ما فيها؟ فكر عقلة الإصبع قليلا ثم قال: أعجب ما فيها حيوان المرجان الذي يصنع المستعمرات المرجانية الصخرية الصلبة. هل تعرفين أن هذه المستعمرات الصخرية تكبر وتكبر حتى تتكون منها أحيانا جزائر صخرية كاملة فوق سطح البحر يعيش فيها الناس ويبنون بيوتهم ومساكنهم؟ هي بتسأله تقول له: أنت عارف أعجب حاجة إيه؟ فبيقول لها: حيوان المرجان اللي بيصنع مستعمرات مرجانية صلبة وممكن الناس تبني عليها بيوتهم. قالت أماني: هذا شيء عجيب حق، ولكن هناك شيء أعجب منه. أخذ عقلة الإصبع يفكر ولكن هناك شيء أعجب منه أخذ عقلة الإصبع يفكر مرة ثانية ثم قال: سمك أبو سيف أو سمك أبو منشار. قالت أماني: هذه أسماك عجيبة حقا، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. عاد عقلة الإصبع يفكر مرة أخرى ثم قال: أتقصدين الأسماك المضيئة في القاع المظلم؟ قالت أماني: إنها حقا أسماك عجيبة بديعة، ولكن هناك شيئا أعجب وأغرب. أسرع عقلة الإصبع يقول وكأنه تذكر شيئا: لابد أنك تقصدين الأخطبوط الذي يخرج من جسمه مادة كالحبر تخفيه عن الأنظار. قالت أماني: إن الأخطبوط حيوان بحري عجيب، ولكن هناك ما أعجب منه. أنا تحيرت معك في حل هذا اللغز. عقلة الإصبع يتكلم: قولي أنت يا أماني، ما أعجب شيء؟ طبعا أعجب شيء في هذه المغامرات من وجهة نظر أماني هي عقلة الإصبع وأخته أماني نفسها، لأنهم تحولا إلى عقلة الإصبع ويتنقلان تحت الماء ويتنفسان دون أن يغرقا، فكل هذه أعجب شيء من وجهة نظر أماني. قالت أماني: أعجب شيء في هذه المغامرات هو أنا وأنت يا عقلة الإصبع. دهش عقلة الإصبع: وكيف هذا يا أماني؟ وما معنى هذا الكلام؟ قالت أماني: أنا وأنت مثل بقية الناس، ولكننا تحولنا إلى حجم عقلة الإصبع. كيف يمكن أن يحدث هذا؟ وكيف نمشي في أعماق البحر دون أن نغرق؟ وكيف نتنفس ونحن في قاع البحر بعيد عن الهواء؟ هل تستطيع تفسير كل هذه العجائب؟ قال عقلة الإصبع: ولماذا أفسرها؟ يكفيني أنها تحدث وأنني أرى عجائب الحياة التي كنت أريد أن أراها. ما يهمنيش إذا كان هذه أعجب شيء، ومهم أنها تحدث وأنا أرى كل ما كنت أريد أن أراه. قالت أماني: أخشى أن أكون الآن في حلم يا عقلة الإصبع، وهذا هو التفسير الوحيد لكل هذه الأحوال الغريبة. أنا خايفة أن نحن نكون في حلم. قال عقلة الإصبع: حلم أم علم لا يهم كثيرا، المهم أننا يجب ألا نضيع هذه الفرصة، فاتركي هذه الأفكار وتعالي نكمل مغامرتنا المدهشة. سفينة الأعماق. في هذا الوقت ظهر نور كشاف قوي يتحرك في أعماق البحر. نور كشاف قوي يتحرك في أعماق البحر، تمام؟ فأخذ عقلة الإصبع يد أختي أماني خلاص خوفا عليها، وقال: الاحتياط أحسن. وأخذت هذه الأنوار تقترب منهم، فقالت له: تعالى نلف حول هذا النور لنرى من أين يخرج. ودار عقلة الإصبع حول المكان
خلاص. فوجد شيئا يشبه غواصة، فقالت له عقلة، فقالت أمال عقلة الإصبع، هذه غواصة يا عقلة الإصبع. لا لا لا، هذه ليست غواصة، إنها سفينة الأعماق، وهي تشبه الغواصة ولكنها مصنوعة خصيصا لاكتشاف أعماق البحار. هذا جزء مهم جدا، مصنوعة لاكتشاف أعماق البحار عن الكائنات أو الأسماك اللي تعيش فيها، أنواعها، عمقها، وهكذا. تمام. قال عقد الاصبع، امالي بتقول له انت عرفت منين الحاجات دي؟ قال لها انا قرات عنها كثيرا ورايت صورتها في بعض الايه، في بعض الكتب. يبقى سفينه الاعماق مهمتها هو اكتشاف اعماق البحار. كيف عرف اسامه كل هذه، او عقد الاصبع كل هذه المعلومات عن سفينه الاعماق؟ انه قرا عنها كثيرا وراى صورتها في بعض الايه، بعض الكتب. قالت امالي انت قارئ ممتاز يا اسامه، ولهذا عندك معلومات، ولهذا عندك معلومات كثيرة عن أشياء كثيرة. أنت قارئ ممتاز يا أسامة، ولهذا عندك معلومات جميلة عن أشياء كثيرة. طبعا إذا أحببنا نعرف كلمة قارئ، ها أعزائي، أي ضمير يأتي بعده اسم في الغالب يعرب خبر مرفوع بالضم. تمام. ولهذا عندك معلومات جميلة عن أشياء كثيرة. وهنا أعزائي لابد أن نتذكر وأن نعرف أن القراءة تعطينا معلومات كثيرة، ويصبح الإنسان عنده من الثقة عندما يتكلم أحد أنه يبني آراءه على قراءة وليس مجرد انطباعات شخصية. وأنا أحب قراءة القصص الخيالية وقصص الخيال العلمي، ولكني أيضا أحب كل أنواع الكتب لأعرف كل ما شيء فيها. إن سفينة الأعماق تهبط إلى أسفل، هيا بنا أسرعي. يطلب منها أنهم يتعلقوا بنوافذ، بنافذة هذه السفينة حتى يستطيع أن ينزل معها إلى الأعماق أكثر وأكثر. وأخذ يهبطان إلى أسفل إلى أسفل، ولاحظ عقلة الإصبع كما لاحظت أخته أن الماء يزداد برودة وأن الظلام يشتد كلما إيه، كلما نزلنا إلى قاع إيه، قاع البحر. ولما زاد الظلام أضاءت سفينة الأعماق، عندما ازداد الظلام أكثر وأكثر أضاءت سفينة الأعماق ثلاث أنوار كشافة. هذه الأنوار الكشافة أعزائي أوضحت قاع البحر تماما، فوجد عقلة الإصبع وأختي أماني قاع البحر واضح تماما، وكأنه يشبه بساط أو سجادة عليها أنواع جميلة جدا من الأصداف ومن المحار والقواقع، وتسبح فوقها الأسماك عجيبة، بعضها يرسل أنوار خلاص كما رأتها أماني، وبعضها له عيون ضخمة تمام، وبعضها له أسنان كبيرة، حتى أن هذه الأسماك لا تستطيع أن تغلق فمها بسبب أسنانها الكبيرة. كانت الأنوار تتحرك باستمرار فوق قاع البحر، ورأوا برضو بعض إيه، سفينة غارقة خلاص، وجزء جزء كبير منها غارق، وجبلا ظاهرا طبعا تغطيه المياه. ونظر عقلة الإصبع لأخته أماني فوجدها مشغولة بهذا المنظر العجيب والغريب، فتركها خلاص. وهنا أسامة نظر إلى إيه، نظر إلى داخل سفينة الأعماق، فوجد بعض الرجال، فوجد بعض الرجال معهم آلة تصوير سينمائي ويصورون فيلما تسجيليا، فيلما كاملا عن عجائب إيه؟ عجائب الحياة في أعماق البحار. التفت عقلة الإصبع إلى أماني وراد أن يتكلم، ولكنه رأى منظرا عجيبا جعل الكلمات تقع في فمه. هذا المنظر العجيب أنه رأى سمكة سوداء كبيرة خلاص، لها رأس مخيف وأسنان كبيرة، تبتلع سمكة أكبر منها، تبتلع سمكة أكبر منها، وأن هذه السمكة تتمدد أمعدتها حتى تتسع لهذه السمكة. فهنا قال سبحان الخلاق العظيم، ما أعجب البحار وما أغرب الحياة فيها. بعد أن انتهى الرجال الذين في سفينة الأعماق من عملهم، بدأت سفينة الأعماق ترتفع تدريجيا خلاص، ومعها عقلة الإصبع اللي متعلقة بإحدى النوافذ. وقبل أن تصل سفينة الأعماق إلى سطح البحر استدارت وصارت إلى الأمام مسافة طويلة حتى وصلت إلى مدينة عجيبة تحت سطح البحر. وصلوا المدينة عجيبة، هذه السفينة سوف تدخل هذه المدينة، كيف تدخل؟ سوف ترسل هذه السفينة بعض الإشارات الضوئية خلاص، سوف تقابلها الناس اللي داخل المدينة بإشارات أخرى فيفتح لها الأبواب. تمام. يبقى كيف يتعامل الناس ما بين الموجودين في سفينة الأعماق ومدينة التي تحت سطح البحر؟ من خلال الإشارات الضوئية. نظر عقلة الإصبع وأخته إلى هذه المدينة فوجد معظم بيوتها على شكل كرة معدنية كبيرة لها نوافذ زجاجية من الزجاج القوي المتين، وبعض البيوت مستطيلة أو مربعة تعلوها قباب، وكل البيوت المدينة متصلة بممرات مغطاة لها أيضا نوافذ زجاجية،
والبيوت المرات على أعمدة مبنية على أعمدة متينة ترتكز على قاع البحر. اقترب سفينة الأعماق من أحد البيوت محزنة، واتجهت هذه النافذة واتجهت إلى النافذة الزجاجية في هذا البيت، وأرسلت إلى هذه النافذة إشارات ضوئية خضراء وحمراء، فرد عليها أصحاب البيت بإشارات أخرى صفراء وزرقاء. وظلت سفينة الأعماق بعض الوقت تتبادل الإشارات الضوئية مع سكان هذا البيت، ثم اتجهت السفينة انصراف. فأسرع عقلة الإصبع وأخته أماني، تمام، أسرع عقلة وتعلقها بأحد النوافذ، نوافذ هذه المدينة بالقرب من النافذة الزجاجية، وهمس عقلة الإصبع في أذن أخته أماني قائلا: لقد ازدادت المغامرات حلاوة يا أماني، تعالي نعرف ماذا يفعل أهل هذه المدينة العجيبة. طبعا لماذا يعتبر الاخطبوط حيوان بحري عجيب؟ طبعا بسبب انه ايه، يخرج من جسمه ماده كالحبر تخفيه عن الانظار. بما ردت اماني على سؤال عقله الاصبع انها هي وعقله الاصبع اغرب شيء في هذه المغامرات. كيف عرف عقله الاصبع ان الشيء الذي يشبه الغواصه سفينه العمق؟ انه قرأ عنها كثيرا، تمام، ورأى صورتها في بعض الصور. فيما تستخدم سفينة الأعماق؟ طبعا تستخدم في اكتشاف أعماق البحار. هنا طبعا بعض الكلمات على نفس الوزن: أعماق، أرزاق، أخلاق، أنوار، أسرار، أحرار، مدينة، سفينة، تمام. صف المنظر العجيب الذي رآه عقلة الإصبع. المنظر العجيب، رأى سمكة سوداء مخيفة، خلاص، لها شكل، لها رأس مخيف وأسنان كبيرة تبتلع سمكة أكبر منها، وأن مادة هذه السمكة تتمدد حتى تتسع للسمكة التي ابتلعتها، تمام. ضع علامة الصح والمعلومة الصحيحة. المستعمرات المرجانية هي المستعمرات الصخرية، صحيحا. ألا يستطيع الإنسان يتنفس في قاع البحر؟ صح طبعا. الغواصة مصنوعة لنقل الناس والبضائع في أعماق البحار؟ طبعا خطأ، السفينة مصنوعة لاكتشاف أعماق البحار. في قاع البحر أنواع من الأصداف والقواقع والمحار؟ طبعا صحيحة. هذه المدينة عجيبة، وسط البحر، هي تحت سطح البحر. الفصل الخامس أعزائي، نظر الأخوان من النافذة الزجاجية ففوجئ بشيء عجيب يخرج من هذه المدينة ويزحف على قاع البحر، واستمر يزحف حتى ابتعد عن المدينة. فصار عقلة الإصبع وأخته وراءه. كان هذا الشيء العجيب أشبه بحشرة أو خنفساء كبيرة ضخمة، ولكنها مصنوعة من المعدن، ولها أذرع وسيقان وأقدام عديدة وأربع عيون في مقدمة رأسها، يصدر منها نور أبيض قوي ينير الطريق أمامها في قاع البحر. شايفين منظر عجيب، حاجة تشبه الحشرة، خلاص، ولها أذرع وسيقان وأقدام وكلها من الحديد. أخذت أماني تنظر وتتعجب وتفكر وتسأل نفسها: ما هذا الهيكل المعدني الضخم الذي يزحف على قاع البحر؟ ما هذا الشيء؟ ولكنها لم تجد أي إجابة، فقررت أن تسأل أخاها عقلة الإصبع لعله يعرف. فهمست في أذنه قائلة بدهشة: ما هذا يا ترى؟ ما هذه الخنفساء الضخمة؟ وماذا تفعل؟ صمت عقلة الإصبع قليلا ثم قال: أنا أعتقد يا أماني أن هذه الخنفساء المعدنية الضخمة هي إنسان آلي، روبرت، يستعمله أهل المدينة للقيام بأعمال خاصة في قاع البحر. يعني هذه الكائن اللي يشبه الحشرة هو إنسان آلي بيستخدمه. هو بيقول أسامة أو عقلة الإصبع بيقول أن هذا الإنسان آلي يستخدمه أهل المدينة، تمام، عشان يقوم بأعمال خاصة في قاع البحر. انظر ماذا يعمل. نظرت أماني فرأت إنسان آلي يقف في مكان ما ويمد إحدى أذرعه الحديدية القوية ويحفر في قاع البحر حفرة كبيرة، تمام، بيسر وسهولة. واتسعت الحفرة وظهرت بعض الصناديق المعدنية والأسطوانات الحديدية وأجهزة أخرى. يبقى بإحدى أذرعه يحفر في قاع البحر حفرة، تمام، بيسر وسهولة، وظهرت في هذه الحفرة بعض الصناديق والأسطوانات الحديدية. ولكن
وكانت هذه الأشياء كلها ثقيلة الوزن بدرجة كبيرة، ولكن الإنسان الآلي يستطيع أن يحملها بين اثنين من الأذرع الحديدية بسهولة ويسر، وأخذ يرتبها بدقة شديدة في شبكة متينة. وبينما كان الإنسان الآلي يعمل بقوة ومهارة، خطرت على بال عقلة الإصبع فكرة، فذهب إلى أختي وهمس لها في أذنيها قائلا: لقد خطرت على بالي فكرة، وأريد أن أذهب إلى النافذة الزجاجية، ربما أستطيع أن أتأكد من هذه الفكرة، فهل تبقين هنا أم تحضرين معي؟ قالت أماني: أريد أن أبقى هنا لأشاهد ما يفعله الإنسان الآلي العجيب. فاذهب أنت وأنا في انتظارك حتى ترجع بالسلامة إن شاء الله. ذهب عقلة الإصبع إلى المدينة واتجه. عقل الإصبع عنده فكرة أو عنده تخيل إن اللي بيحرك الإنسان الآلي هو مين؟ هو بعض الناس اللي موجودين داخل المدينة، تمام كده؟ وعايز أكد من هذه الفكرة، وأخذ ينظر ما يحدث في الداخل. فرأى رجلا ينظر في جهاز التلفزيون، ودهش عقلة الإصبع عندما رأى على الشاشة التلفزيون صورة الإنسان الآلي وهو يعمل بدقة. ثم رأى الرجل ينظر في خريطة إلى جواره، ثم يدوس على زر في جهاز آخر فيعطي إشارات مختلفة. وازدادت دهشة عقلة الإصبع عندما رأى الإنسان الآلي يتجه إلى مكان جديد ويحفر حفرة أخرى، يستخرج منها صندوقا كبيرا يحمله في الشبكة المتينة. يبقى الذي يحرك عقلة الإصبع هو بعض الرجال الموجودين داخل المدينة. فكر عقلة الإصبع بسرعة فيما رآه، ثم همس نفسه قائلا: لقد صحت فكرتي وتأكدت منها، إن الرجل الذي في المدينة يرى على شاشة التلفزيون ما يفعله الإنسان الآلي، ثم يرسل توجيهاته وتعليماته بجهاز الإشارات، والإنسان الآلي ينفذ ما يتلقاه. والطريف أن عقلة الإصبع رأى أخته على الشاشة التلفزيون وهي تشاهد ما يفعله الإنسان الآلي، ولكن يبدو أن الرجل الذي في المدينة لم يلاحظ وجود أماني، لأنه لم يتخيل أبدا أن هناك إنسان في حجم عقلة الإصبع. رجع عقلة الإصبع إلى أخته وقال لها: لقد صح ظني وتأكدت من الفكرة التي خطرت على بالي، ووجدت فعلا أن الناس الذين في المدينة يراقبون الإنسان آية على شاشة التلفزيون ويرسلون إليه تعليمات فينفذها بدقة. استمعت أماني إلى هذا الكلام وفكرت فيه قليلا، ثم قالت لأخيها: ولكن يا أخي عقلة، لماذا يرسل الناس الذين في المدينة هذا الإنسان الآلي ليقوم بهذا العمل؟ لماذا لا يقومون به بأنفسهم؟ طبعا قال عقلة الإصبع: إن الإنسان الآلي يا أماني يقوم بأعمال لا يستطيع الإنسان البشري أن هو يعملها، تمام؟ أول حاجة يستطيع أن يحفر بسهولة ويسر، يحمل الصناديق الكبيرة والثقيلة، ويستمر في العمل فترة طويلة من غير ما يتعب، ويستطيع أن هو يدخل إيديه في نار ملتهبة دون أن يتأثر، ويعمل في ظروف صعبة لا يستطيع الإنسان البشري أن يتحملها. هل معنى كده أن الإنسان الآلي أفضل من الإنسان البشري؟ طبعا لا يا حبايبي، لأن الإنسان الآلي هو أصلا من صنع الإنسان البشري، هو الذي يحركه، تمام؟ وربنا سبحانه وتعالى يميز الإنسان البشري بالعقل، تمام؟ رأينا حيث يكون الجو شديد. قالت أماني: هل معنى هذا أن الإنسان الآلي أفضل من الإنسان البشري؟ طبعا لا يا أماني، لأن الإنسان البشري أعطاه الله العقل، وبهذا صنع الإنسان الآلي وأعطاه التعليمات والأوامر التي يطلب منها تنفيذها. فهذا الإنسان الآلي ليس إلا آلة صنعها الإنسان لتساعده في أعماله الخاصة حسب برنامج معين وضعه هذا الإنسان. قالت أماني: عظيم يا عقلة الإصبع، إن العلم يصنع أشياء تشبه المعجزات. بصوا معايا، وهو نافع ومفيد. إمتى يكون العلم نافع ومفيد؟ عندما يستخدمه الإنسان هو نافع ومفيد وخير وبركة، عندما يستخدمه لتعمير الأرض. يبقى يكون العلم له دور قوي ومهم في حياتنا عندما نستخدمه لتعمير الأرض، نكتشف مصل أو بيئة، نعمر بيوت، نعمر الصحراء، نطور من نظم حياتنا. لكن عندما يستخدم هذا العلم في التخريب والقتال فطبعا هذا علم غير مفيد. يبقى متى يكون علم خير وبركة؟ عندما يستغله الإنسان في تعمير الأرض وازدهار الصناعة وعلاج الأمراض وهكذا. انتهى الإنسان الآلي من عمله وحمل الشبكة المتينة بكل ما فيها من صناديق، واتجه إلى داخل المدينة وسط البيوت البحرية، ودار خلف بيت مربع كبير له قبة مستديرة، وأسرع عقلة الإصبع واخته وراءه، ودار خلف هذا البيت المربع
لكنهما لم يجد الإنسان الآلي فأخذ يبحثان عنه في كل مكان من غير فائدة. لقد اختفى الإنسان الآلي كأن قاع البحر قد انشق وابتلعه. وحضرت العقدة الإصبع فكرة فقال لأخته: تعالي يا أماني ننظر من النافذة الزجاجية حيث يراقبون الإنسان الآلي على الشاشة، هنعرف راح فين من خلال الشاشة اللي هم بيراقبوا فيها منها الإنسان الآلي، ربما نعرف أين ذهب. قالت أماني: فكرة مدهشة عقدة الإصبع يا أبا الأفكار. ذهب عقدة الإصبع وأخته إلى النافذة الزجاجية ونظر إلى شاشة التلفزيون فشاهد الإنسان الآلي يدخل أحد بيوت المدينة من فتحة خاصة تسمح له بالدخول من غير أن يدخل معه شيء من ماء البحر. ونظرة يعني يخش من خلال فتحة معينة من غير ما يخش ماء البحر اللي داخل هذه المدينة. ونظر إلى التلفزيون آخر له شاشة ضخمة فوجد مكتوب عليه: التجربة الخامسة لتوليد الكهرباء بطريقة جديدة نستعمل فيها المياه الدافئة عند سطح البحر والمياه الباردة في أعماق البحر. هذا الجزء يا حبايبي هو ما كان مكتوب على الشاشة. هنا بعض العلماء بيحاولوا يستخرجوا يولدوا الطاقة من خلال الإقامة بين المياه الدافئة والمياه الباردة. وشاهد عالما كبيرا ومعه ثلاثة من مساعديه يقول لهم: أنتم تعرفون أهمية الكهرباء في حياتنا لإنارة البيوت والشوارع وإدارة المصانع وغير هذا، وتعرفون أن نستطيع أن نولد الكهرباء بطرق كثيرة. إيه هي بقى؟ طبعا استخدام المراوح الهوائية الكبيرة التي يحركها الهواء، ومن خلال استغلال الشلالات ومساقة المياه، فعندما يسقط الماء من مكان عال إلى مكان منخفض يحرك آلة كالمروحة وهذه الحركة ينتج عنها الكهرباء. ثم ظهر على الشاشة التلفزيون شكل جهاز ضخم يمتد من سطح الماء حتى أعماق البحر، ووقف إلى جواره العالم الكبير يقول: إن الماء الدافئ يدخل الجهاز من أعلى عند سطح البحر، والماء البارد يدخل إلى الجهاز من أسفل عند قاع البحر. ونستفيد من الفرق في درجات الحرارة بين الماء البارد والماء الدافئ فنقوم بإدارة محرك يولد الكهرباء. وسكت العالم الكبير فقال واحد مساعديه: وهذه الكهرباء طاقة نظيفة لا تلوث البيئة كالبترول، وهي طاقة متوفرة بسهولة لأن البحار موجودة في كل مكان أمام كل الناس والدول. فقال العالم الكبير: واليوم سنقوم إن شاء الله بتكرار التجربة للمرة الخامسة لعل نصل إلى النتيجة الطيبة التي نرجوها. اضطرب الماء اضطرابا شديدا فخاف عقلة الإصبع أن تضيع منه أخته وسط الماء كما حدث من قبل، فمد يده فأمسك يدها بسرعة وهو يقول: يجب أن يتعلم الإنسان من تجاربه، تعالي جنبي هنا يا أماني عشان ما تطيش مني، لا يلدغ المؤمن من جحر مرتين. وبعد قليل طوحتهما المياه إلى مكان بعيد. بعد أن هدأت المياه وجد عقلة الإصبع وأخته أنهما في مكان آخر بعيد عن المدينة المبنية تحت سطح البحر. وبعد فترة من الزمن شاهد أحد الغواصين يرتدي ملابس غريبة ويعمل في صيد الإسفنج. كان يرتدي ملابس كاملة من المطاط لها رأس حديد. هذا ما سنتابعه أعزائي في الحلقة القادمة، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. أعزائي طلاب الصف الخامس الابتدائي، أهلا ومرحبا بكم في درس جديد من دروس اللغتين العربية. ودرسنا اليوم استكمالا للفصل الخامس صياد الإسفنج، تمام؟ الفصل الخامس وقفنا عند صياد الإسفنج، فكنا أن عندما هدأت المياه خلاص وجد عقلة الإصبع أن الأمواج طوحتهما هو وأخته إلى مكان بعيد. وبعد فترة من الزمن شاهد أحد الغواصين يرتدي ملابس غريبة ويعمل في صدر الإسفنج. كان يرتدي ملابس كاملة من المطاط لها رأس حديدي به نافذة زجاجية ينظر منها فيرى ما حوله تحت سطح الماء، وتخرج من هذه الرأس الحديدي أنبوبة من المطاط تمتد إلى ما فوق سطح الماء لتوصل الهواء إلى الغواص ليتنفس. يعني الغواص دوت لابس خوذة كده وفيها زي أنبوب توصل ليه في فوق سطح البحر عشان تقدر تخلو هواء يتنفس منها. وفي يده خطاف له ثلاثة فروع ينتزع من به الإسفنج في قاع البحر. عارفين انتوا حبيب القراصنة؟ مش القراصنة اللي بيلبس حاجة في ايده كده حديد وليها خطاف، تمام؟ هو زيه كده بس ليه ثلاث فروع ينتزع بها الإسفنج من قاع البحر ويضعه إلى جواره في كيس.
ظل عقلة الإصبع وأختي يتفرجان على هذا المنظر الظريف بعض الوقت، ثم اقتربت أمامي من قطعة سفنج خلاص كبيرة في قاع البحر ومدت يدها تتحسسها، وفجأة نزل فوقها خطاف الغواص وصاح عقلة الإصبع يحذرها. يعني هي شافت حتة إسفنج، قطعة إسفنج، وحبت إن هي تشوفها خلاص، جت تلمسها، جه الخطاف خدها خلاص وحطها فين؟ في الكيس. يبقى الاسفنج خدها، طبعا مش حاسس بيها. هو حاول يحذرها عقلة الإصبع ولكنها لم تسمعه، ولكن الغواص انتزع قطعة الاسفنج ومعها أماني ووضعها في الكيس، وكان الكيس قد امتلأ. فأعطى الغواص إشارة بحبل في يده فأخذ الكيس يرتفع حتى اختفى عن الأنظار. حاول عقلة الإصبع أن يتفاهم مع الغواص، ولكن الغواص مش سامعه لأن هو خلاص جوه حديد، ويخبره أن أماني قد ذهبت في كيس الاسفنج، ولكن يظهر أن صوت عقلة الإصبع لم يصل إلى أذن الغواص داخل الرأس الحديدي العجيب الذي يلبسه. لم يجد عقلة الإصبع فائدة من محاولة الكلام مع الغواص، ففكر أن يصعد إلى سطح الماء ليبحث عن أخته في كيس الإسفنج، فأخذ يتسلق أنبوبة المطاط التي يخرج منها الرأس الحديدي. فضل طالع على أنبوبة المطاط عشان يحاول يشوف أخته راحت فين، حتى وصل إلى سطح فوجد زورقا قاربا صغيرا في بعض الرجال وأكوام من الإسفنج، فأخذ يبحث عن أخته ويناديها ولكنه لم يجدها ولم يسمع أي رد. فقال نفسه ربما تكون قد تخلصت من الكيس وعادت إلى البحر، إذا سأعود ليبحث عنها في القاع. وعندما استعد ليقفز إلى الماء رأى ماني تصعد على أنبوب المطاط خلاص، فذهب إليها وغاص معا في مياه البحر مرة ثانية، وكان في انتظارهما منظر عجيب. أعزائي، إلى هنا قد انتهينا من الفصل الخامس، وإلى لقاء آخر بإذن الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.